الإملاء أسماء الإشارة. ألاحظ وأقرأ ما أروع حديقة الحيوانات. هذه الزرافة تطل بعنقها الطويل، وهذا الأسد يزأر في قفصه، وتلك النعامة ترقب من بعيد. الكلمات بالأحمر هذه، هذا، تلك، نسميها أسماء الإشارة. ألاحظ وأكتسب. هذه نعجة، أشير إلى النعجة، مفرد مؤنث. هذا حمل، أشير إلى الحمل. هذا أستعملها لأشير إلى المفرد المذكر. المذكر المفرد هذا، المذكر المثنى هذان، المؤنث المفرد هذه، المؤنث المثنى هاتان. أنجز على لوحتي. أولا، أستمع وأكتب ما يملى علي من أستاذي. هذا قرد، هذه زرافة، هذان أسدان، هاتان بقرتان. ثانيا، أبحث عن كلمات تنتهي بألف مقصورة. بنى، انتهى، هدى، مقهى، يحيى.